كيعرفوا كثير من المواطنين خرجت في الجريدة الرسمية في 14 في شهر 12 2020 واحد اللائحة ديال الأدوية اللي متعلقة بمشكل ضعف الإنجاب. هما أدوية ديال المنشطات البويضات يكونوا إما في الأدوية العادية البسيطة أو أيضا في المساعدة الطبية للإنجاب. في المغرب الناس خصهم يعرفوا بأن تقريبا كاين 12% ديال الأزواج كيعانيوا من هذا المشكل ديال ضعف الإنجاب. هذا تيخلي تقريبا 1,700,000 مغربي ومغربية عندهم هاد كيعانيو من هاد المشكل. حنا تنعرفو المجتمع ديالنا المغربي شوية صعيب بحيث أن واحد لونكيت درناها في 2015 وضحت لنا أن أكثر من 40% ديال هاد الأزواج تيوصلو للطلاق، تيوصلو لمشاكل في المحاكم. ممكن واحد الضغط اجتماعي كتير واللي تنتج من اغلب الاحيان اولا من نقص في الارشادات. الناس ما تعرفوش بان كاين العلاج ديال هاد ضعف الانجاب، حيت ان اليوم اكثر من 85% ديال الازواج اللي كانوا يعانيوا من هذا المشكل كيوصلوا لواحد النتيجه اذا ان شاء الله باش يولدوا. دونك كاين واحد التطور كبير في وسائل العلاج، لا الوسائل البسيطه كادويه بسيطه كمنشطات البويضات. كاين ايضا الجراحه مثلا تنلقاو الدرون او القنوات الفالوب مسدودين او لا شي كره في الرحم، ايضا تنحيدوها وتقدر يوقع الانجاب الحمل. وفي حاله اللي تنقولوا بان الاخصاب او لا ما تقدرش يكون بصفه تلقائيه، تنلجؤوا للمسائل المسائل ديال المساعده الطبيه للانجاب. هو هذا لوغا او هذا الربح بالنسبه لهاد الازواج هي غير مرحله اولى، لان حنا اللي تنحددوا له كجمعيه المغربيه لطب الانجاب وطب الجنين اللي تيشرف اللي الشرف انني كنت راسو، وهو بغينا كل العلاجات ديال ضعف الانجاب تدخل في نطاق لاسيغونس مالادي او لا التغطيه الصحيه. لان تنعرفوا بان كثير من النساء مثلا ملي تيجيو يديروا داك المنظار باش يحلوا القنوات الفالوب او ملي تيكون عندهم شي كره الى هير في الدوسي ميديكال ديالهم تيكون عندهم مكتوب بان كاين ضعف الانجاب، فكثير من الحالات كيترفض لهم حتى العلاج الجراحي، ولو ان ربما تيقدر يكون الجراحه الحاجه اخرى مثلا ك الياف في الرحيم او كرات في البطانه الرحيم او اكياس الى غير ذلك. دونك هذا ربح ماشي سهل، بيسكو تنعرفوا بان الادويه مثلا في نطاق المساعده الطبيه للانجاب كاطفال الانابيب الادويه بوحدهم تيقدروا يوصلوا حتى 50% من التكلفه الاجماليه ديال هاد لي بروسيدور. دونك فوالا، نتمنى ان شاء الله ان الوزاره بما ان اليوم اعترفت بصفه رسميه بضعف الانجاب كمرض مدمن انها دير مجهود اضافي، وايضا الوكاله المغربيه للتغطيه الصحيه ان شاء الله تواكب هذا المجهود اللي دارت واللي هو مجهود جبار، وان شاء الله تلبي دعوات او لا رغبات هذا 1,700,000 مغربي ومغربيه اللي هما ماشي اقليه، لان 1,700,000 اون بليس هادشي في السن في لاج اكتيف، لان الواحد تيتزوج في فلور دو لاج ديالو لا بالنسبه للرجل ولا بالنسبه للمراه. التغطيه الصحيه هادو الادويه هادي مرحله اولى، دابا حنا ان شاء الله نواكبوا المجهود ديالنا باش نتمنى ان كل العلاجات لا بالنسبه للتلقيح الصغير ولا التلقيح اللي كيتسمى التلقيح الباطني او لا بالنسبه للاطفال الانابيب، ولا ايضا بالنسبه للعلاجات الجراحيه. وهادشي ما خصوش يخجل الوكاله المغربيه للتغطيه الصحيه، لان اليوم الارقام كاينه وفي العالم كله هاد العلاجات تتكون، وعلاجات هي ضروريه في اغلب الحالات. الى مثلا بلدان في الجوار كالجزائر ولا كتونس كتدير التغطيه الصحيه ديال هاد العمليات، واللي حتى هما جوبونس الدخل ديالهم محدود، فهذا نورمالمون خصو يشجع الوكاله المغربيه للتغطيه الصحيه
انها دير واحد المجهود اضافي، ولو ان هذا المجهود الحمد لله حنا اختينا بواحد العين ايجابيه، ونتمنى ان شاء الله ان الخير يكون في الامام اكثر واكثر. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.